بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مستر برونو مايس representative of the UNICEF in Egypt. في البداية بنحب نرحب بالسادة ممثلي التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف. نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين. النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط، النادي الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية ليه دور كبير في المجتمع المحيط به، وزي ما الأهلي له دور رياضي ليه دور اجتماعي، ودايما بيتفاعل مع قضايا المجتمع، ويمكن الدور المجتمعي ده هو اللي دايما بيميز النادي الأهلي. وكان أحد النقاط الأساسية اللي ركزنا عليها عندما تولينا المسؤولية، ويمكن من قبل كده، يمكن أول قعدة مع كابتن محمود الخطيب أما شرفت أن أنا أكون من ضمن القائمة، قال لي أنا عايزك تبقى مسؤول عن العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، وعايزين نتعاون مع الهيئات العالمية زي اليونيسيف. أنا فاكر يعني كابتن محمود كان بيخص الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بالتحديد. فانطلاقا من دورنا في خدمة المجتمع وقضاياه، الأهلي طول عمره لا يدخر جهدا في تسخير إمكانياته لأي نشاط مجتمعي. ومنذ عدة أيام يمكن احنا استضفنا فعاليات خاصة بالأيتام، وده كان ليه صدى الحمد لله ومردود كبير في وسط الأطفال وأعضاء النادي كمان. النادي الأهلي دايما بيضع الأطفال والشباب في مقدمة الأولويات، ويمكن احنا عشان كده عملنا لجنة، سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل، عندنا لجنة شباب، والحقيقة قايمين بدور كبير جدا ومميز داخل النادي الأهلي. احنا على أتم الاستعداد دايما للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع، وعلى ثقة من أن التعاون مع منظمة اليونيسيف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصاً الأكثر احتياجاً. وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف، محوره الأساسي زي ما كابتن خطيب قال، معاً من أجل حقوق الأطفال في مصر. بنسعى دايماً لزيادة الوعي في القضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف، وأيضاً التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنهوض بالتعليم. الحضور الكرام، أنا مش عايز أطول على سعادتكم، كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف والسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.